ارد السلبك وتبقى للهيام. انت كمان جودك ما بلاش يدعي يقول لك منك لله. اضحك يا شيخه وما تكسر. ايه العبيط الابيض بتاع الباب ده يا هاني؟ في الغسيل ما لحقتش اغسله امبارح. يعني ايه في الغسيل؟ مش انك تغسليه امبارح؟ الواد كان تعبان قلت انيمه وابقى اغسله. نيمتيه واتحمدت جنبه. يوه ما انا كنت تعبانه. هو انا مكنه يعني؟ يعني ايه كنت تعبانه؟ لما اقول لك تغسلي القميص يبقى تغسليه. نسيت. هو ايه اللي نسيت؟ مفيش حاجه اسمها نسيت، انت اصلا ست فاشله ومهمله ومفيش فايده فيكي اصلا. ما بالراحه، انت بتكلمني كده ليه؟ الله. هو دي طريقة كلامي، عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا مش عاجبني بقى، أنا مراتك مش خدامتك. أنت شكلك كده عايزة تضربي علقة زي بتاعت المرة اللي فاتت عشان تفوقي. علقة إيه؟ بقول لك أنت تمد إيدك عليا تاني بقى ولا إيه؟ همد إيدي ورجلي كمان. لا أرض الله. مشاكل بقت في بيوتنا كل يوم حاجة عادية جدا، الراجل كل يوم بيضرب مراته علقة، والست كل يوم بتضرب من جوزها علقة، وكمان بقت تضربه هي كمان زي ما هو كان بيضرب، وفي وسط كل ده في أولاد عايشين معاهم. عايزين نعرف المشكله دي نحلها ازاي. موضوع الضرب في بيوتنا بقى عادي قوي. نشوف النهارده مع بعض في حلقتنا واضحك يا شيخ. ما تكسريش واخدي مودك علشان مودك ما يطفش. يعني انت ناسيه ولا اسيه ولا خلاص الضحك ما فيش؟ وما تهديش ما تزوديش الدنيا على الخير. يعني هو ذنبه على جنبه لما يكون مديا ووشه وياك. اضحك يا شيخه ويلا بقى كفايه بلاش تنكيت. يا شويه الدنيا حلوه يلا وبلاش تعقيد. اضحك يا شيخه او بتستهبل مصدقه انت كمان جودك ما بلاش يدعي يقول لك منك لله. اضحك يا شيخه وما تكشريش. الصحه والجمال لون جديد للحياه. للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.صحة.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/الصحة channel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الصحة tv، وعلى تويتر www.twitter.com/الصحة tv. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مواقف كتير بنبقى قاعدين نعرف رأي الدين فيها، أسئلة كتير بتقابلنا ما بنبقاش عارفين إجابتها. لكل سؤال جواب في الدين وفي أحكام الشريعة الإسلامية مع خط فتاوى النساء. اتصل معنا 1756 وهيرد على كل أسئلتك اللي محيراكي الشيخ محمد حمودة. بتحلم كتير، أحلامك بتجيلك ومش لاقي حد يفسرها لك على طول، ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له. دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رسالة على 94-172 هيفسر لك احلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة، حياة أخرى نعيشها في ساعات النوم التي تلتهم ثلث حياتنا. أحيانا تكون سعيدة وأخرى نحاول الفرار منها بالاستيقاظ. أحلامك جزء من أسرار حياتك. اتصل بنا على 1762 وهترد عليك الأستاذة فاتن عبد الرحمن وهتفسر لك كل أحلامك في خصوصية تامة. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011-211-0682. كل نهار وآخره ليل، وساعات الليل نوم وأحلام. الأحلام ممكن تكون مصدر بهجة وسعادة، وممكن تكون سبب قلق وحيرة. يا ترى حلمك تعبك ولا مريحك؟
ما تشيلش هم، كل اللي عليك انك تتصل من اي خط ارضي على 093-320، هتلاقي راحة بالك في تفسير احلامك مع مفسرة الرؤى والاحلام منة الله النجار. اتصل من اي خط ارضي على 093-320 واعرف تفسير حلمك، لان احلامنا غنية باسرار ورموز خفية واكيد بتفسر حاجة في حياتنا. ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، اكثر البنت ضلع يطلع لها 24. دي كلها امثال شعبية تربينا عليها في مجتمعاتنا العربية، خاصة بموضوع الضرب والعنف. في ناس بتحلل الضرب والعنف وبيربوا اولادهم على اللي يضربك قلم اضربوا قلمين، ده في مجتمعنا الخارجي. لكن ان موضوع العنف والضرب يوصل جوه البيوت وبين الازواج، هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. ونرحب بضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو، دكتورة رحاب العوضي استشاري الصحة النفسية. اهلا بك يا دكتورة رحاب. اهلا بحضرتك. الداعية الشاب عبد الرحمن عمر، اهلا بيك يا استاذ. اهلا بك. في البداية كده، زي ما شفنا الموضوع ذات الفترة الأخيرة، موضوع العنف في المجتمع العربي والمجتمع المصري، وكمان دخل جوه بيوتنا بين الأزواج. شايفة ان الزوج النهاردة اللي بيضرب زوجته ده طبيعي، والزوجة اللي بتتطاول بالأيدي وبالألفاظ على زوجها ده بقى أمر طبيعي؟ انت كده سألتي كذا سؤال في سؤال، ناخد واحد واحد. الزوج اللي بيضرب هل هو طبيعي؟ لا، هو مش طبيعي. هو الانسان العدواني اصلا، سواء اعتدى على الاخر عدوان بدني او لفظي، اللي هو يعني بالايد او باللسان بالشتيمه، ده انسان غير طبيعي. لان احنا مأمورين اصلا في الاصل ان احنا نتعامل بالحسنى وبطول البال وبالصبر مع الغريب، فما بالك بالزوجه؟ طيب احنا، يبقى هو اول حاجه هو مش طبيعي. طب الزوجه اللي بترد عليه، بترد بالايد وباللسان وبكده، هل هي طبيعيه؟ برضو مش طبيعيه، لان دلوقتي هي بترد الاذى باذى اخر. احنا مأمورين بالتسامح وبالسماحه وبان احنا نطول بالنا على اللي قدامنا ونصبر عليه، ده مع الغريب. طب ازاي مع الزوجين؟ ازاي مع الزواج اللي هو العروه الوثقى، اللي هو اللي هو اصلا يعني اساس الكيان واساس الحياه، وهو ده يعني، وده اساس اعمار الارض. الزواج يعني ده الزواج عندنا من الاشياء الاساسيه. يعني حتى لما بنيجي نتكلم بالتعبير الدارج بنقول ايه؟ كمل نص دينك، لان هو النص يعني، ده بالتعبير الدارج بتاعنا، ان هو في الزواج حاجات كتيره يعني خير وكرامات نقدر نعملها بالظبط. فازاي يعني كمل نص ماتشك دلوقتي؟ هقول لحضرتك حاجه، هو الانسان العدواني اصلا هي اسمها متلازمه الانسان العدواني او متلازمه الشخص العدواني. يعني هو بطبيعته في ميول للعنف. في ميول للعنف. انا هقول لك حاجه، انا مش هاجي بقى شويه على الزوج، انا هقول لك في زوجات مستفزات. يعني هنيجي للزوجات. المشهد اللي شفناه، هي بتقوله نسيت، هو انا الخدامه، هو انا الشغاله،
لا هي ممكن يبقى لها عذر ان الولد طول الليل مسهرني تعبان معلش سامحني. في اسلوب كلام ممكن دلوقتي اقول لك ازيك يا ياسمين عامله ايه، وتقول لي ازيك عامله ايه، ممكن اقول لك اهلا. فالاهلا دي لازم تناوليني بوكس طبعش. يعني في احنا برضو احنا مش ملايكه رد فعل، احنا مجتمع، احنا بشر، فينا الحلو وفينا الوحش، فينا اللي بيخطئ فينا اللي بيصيب، وكلنا في الاول وفي الاخر بنصنع في مغفره الله سبحانه وتعالى. يعني ما احناش ملايكه ماشيين على الارض، بس لازم في حته الجواز يعني نقول ايه، كل واحد يجي على نفسه شويه. الفتره الاخيره انا حسيت من خلال متابعاتي ان البنات او الستات الشابات بقوا يستقوا. يعني حتى لو تفتكري كان في برنامج زمان اسمه لا ربات البيوت، البرنامج ده من 20-30 سنة مثلا كان بيعلم الست، ما كانش لسه فيه بقى ستلايت والكلام ده، كان برنامج راديو بسيط بيعلم الست البسيطة المتوسطة ازاي تنظف البيت، ازاي تتكلم، ازاي تعلم ولادها. دلوقتي اتعمل حاجة بالعكس، اتحول الموضوع، اذا خليكي مفترية، اذا جوزك مش عارف قالك ايه قولي له هو انا الخدامة اللي جاب الموقع ده. يعني كان ده حاجة بتشحن البنت او الزوجه تجاه زوج، غير دي رساله. حتى الاخبار السريعه بيقول لك ايه الام دي رساله ساميه والزوجه رساله ساميه، هي الرساله دي ملهاش وقت تستريح. لا مش هتستريحي، ولان ده مش شقاء، ده دورك، ده دورك اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفك بيه وشرفك. ده على فكره ده تكليف التشريف، مش تكليف ان المراه قله ولا اي كلام ولا يعني حضرتك سنة 1870 أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، وسنة 1890 إنجلترا، ثم دول البلاد اللي بتنادي بحرية المرأة، اللي بيضحكوا علينا، هو بيضحكوا علينا على فكرة، يقول لك حرية المرأة وخليكي حرة ومتحررة، وإذا قال لك كلمة قولوا له اثنين عشان إحنا أحرار. دعوة حرية المرأة، لا ده غلط. تخيلي بقى سنة 1870 قالوا كان في قانون عندهم طول الفترة دي كلها يعني يسمح للزوج انه يضرب زوجته، قانون يضرب زوجته في حالة تقصيرها في شغل البيت، في حالة تأديبها، في حالة اثنائها عن اي المهم. يعني الزوجة دي حاجة كده يعني اقل من اقل حاجة في حاجة. فالقانون طلع سنة 1870 يمنع، واحنا من 14 قرن وزيادة قلنا المرأة لا تتضرب ولا تتهان ولا البنت تتهان. الحمد لله كل الشرائع موجودة في الدنيا. ما هو احنا ما هو ده اللي بيحكوا علينا بيه بقى. الحرية ان انت تركني بيتك على جنب وتحققي ذاتك في شغلك، وان انت ما فيش حاجة اسمها عيال تربطك، ولا فيش راجل يقول لك حوت. بل بالعكس لو احنا رجعنا قلنا للمرأة وانت بتغسلي هدوم زوجك وانت بتكويها وانت بتطبخي لاولادك عملتي الثواب لله سبحانه وتعالى، حتى لو زوجك ده يا ستي مش كويس، مش قوي يعني، بس ما هو المفروض الاصل نبقى كويس، فلنفترض انه عصبي ولا الكلام ده، عملتي النية لله خالصة بتاخدي حسنات وبتاخدي ثواب وربنا يبارك لك في صحتك. حتة معلش برضو يعني اسمحيلي، خلينا كنا حاجة المادة غلبت عليها، هتعملي ايه؟ هتديني ايه؟ اغسل لك هدومك؟ مقايدة. انا مش خرجني النهارده، حياة مقايدة. لا انا هذاكر للعيال، لا انت وديني. الحياة مش كده، الحياة الزوجية مش قائمة على كده خالص يعني. كلام حضرتك جميل، واثرتي لي نقطة برضو ان هو الفرق النهارده بين البنت المسترجلة والبنت اللي ميولها عنيفة، وطبعا ده رد فعل الطبيعي بيظهر في الحياة الزوجية بقى طبعا. يعني دورها في اهلها بيختلف عن دورها في الحياة الزوجية. البنت اللي عنيفة، هل هي كان عندها ميول عنيفة فبالتالي بتضايق الزوج، بتخليه يطول لسانه، بيبدأ الاول بالعصبية وتطويل اللسان وبعدين مد ايده وعنف؟ أيوة. البنت العنيفة عندنا ناتجة من سببين، اما اتربت وسط ذكور ووسط اهانة. انت عارفة ان احنا عندنا المجتمع بتاعنا شوية يعني ما يبقى في بنت ومعها ثلاث صبيان ولا حاجة، يا اما بتبقى مدللة قوي قوي قوي، فبالتالي اتعودت تاخد كل حاجة، فراحت بيت زوجها فما مش عارفة تعمل حاجة، فبتضطر ترد بلسان طويل، بعدوان لفظي، بعدوان سلبي. خلي بالك في العدوان السلبي اللي هو يعني عندنا لفظي وبدني، لفظي اللي هو السباب واللي هو الالفاظ والشتائم، بدني اللي هو بالايد وبال دي انواع العنف بقى والعنف، ولا العدوان السلبي. ايه هو العدوان السلبي؟ ما بكلمكش، تجنب، اقعد لك شهر. العدوان السلبي في بعض الحالات اقصى ضررا من على الزوج او على الزوجه لو الزوج هو اللي عمل، وعلى الاطفال من الاذى النفسي او من البدني. ليه؟ لان ممكن يقعدوا شهر واثنين وثلاثه ما يتكلموش. طب انا شهر هعمل ايه؟ طب ما داخل الشيطان كتير. طب الولد والطفل دلوقتي بص لك ما بيتكلموش ليه؟ هو ده الطبيعي؟ فبيطلع يلاقي ان الطبيعي
ناحية.